تمام؟ احنا هنبقى معايا خلاص؟ يوم السبت خلي بالك الاسبوع الجاي مع الشهر اشتغل 6 وخمس الشهر الاثنين معلش الاسبوع الجاي لان الاسبوع الواحد هديك اجازه فمعلش سامحوني ان انا مش هشتغل 6 وخمس خلاص؟ الاربع الجاي الاربع الجاي ان شاء الله خمسه 10 بوست موسم عادي خلاص؟ الاربع خمسه موسم الاعاده ما احنا متفقين الاربع الساعه 10 خميس 10 بوست موسم تعالى نخلص الدايجنوزيس والانفستيجيشن الاثنين مع بعض الخوارج والتعطيع هتتكتب بس هنا هتزودي كلمه راينش وهنا هتزودي كلمه رايدش عامله زي البيركلي بالظبط فاكرين اللاد اخد ايه؟ حد فاكر اللاد اخد ايه؟ اكس راي لكن هنا راينش وراينش هنا بيطلع الارزنك تحت الميكروسكوب يطلع اشكال هندسيه يعني اللي اخدوا عملي عارفين ان دي اشكال هندسيه بتطلع الميركري كان مدور كور مدوره تحت الميكروسكوب لكن ده اشكال هندسيه الانتيموني طلع لك نقط كده وساخه بنسميه امورفس باودر هنبقى نقولها في العمل دي ان شاء الله الرحمن بس انا بحب اقولها مره عشان تبقى سمعتها كده يبقى الاثنين راينش هنا اشكال هندسيه هنا امورفس باودر اما الميركري حاجات مدوره طيب تعالى نخلص الكايناتكس بالمره برضه كايناتكس ما فيهاش حاجه حد يحب يقول لي حاجه للكايناتكس في الماثز عموما هير نيل تيث اند بون هير نيل تيث اند بون كل المعادن بتجري على الاربع اماكن دول هير نيل تيث اند بون طيب بس في حاجه هزودها في الارزنك اس ان دي اس اكسلنت الارزنك اكسكريتد ان ديسندنج كولون مش كده امال الانتيموني اكسكريتد مع المورفين في الاستومك يبقى ان كانت دي اف ان دي اف اللي هي ارزنك ان ديسندنج كولون هنا الانتيموني ان الاستومك امال حد فاكر الميركري بالظبط في اللاست سيل خلاص اللاد اخد حاجه ما كانش حاجه في الاكسكريشن بس اخد حاجه كنت كتبت سي كام هنا وكالسيوم هنا يبقى الكائنات بتاعته كانت ايه؟ سبع كالسيوم يبقى كده خلصنا الكائنات بتاعته اهو بس جت لك بسرعه تيجي نخلص الفيتال بيريود المره وان داي وان ويك فعلا ما فيش حاجه قوي جديد وان داي وان ويك يبقى تعالى الفيتال بيريود والكوز اوف داث بالمره الفيتال بيريود والكوز اوف داث ده هيموت من وان داي من dehydration and shock one week من نابليون liver failure امال تعالي بقى الانتيموني one day من dehydration and shock one week من heart one week لا ما ينفعش بقى يبقى one day برضو من heart failure ده heart يا ستي ما تحملش one week يبقى معلش سامحيني في الحته دي وان داي من جهدريشن اند شوك وان داي من هوسبيتال خلاص هي دي بس اللي اختلفت عشان ما اروحش خلاص ما هوش كيدني ولا ليفر طيب يبقى ادي خلاص الفيتال بيريود تعالي نخلص من الفيتال دوز برضه الفيتال دوز ما فيهاش حاجه الفيتال دوز حطي هنا 100 وهنا 100 وخلاصي بقى 100 مللي جرام 100 مللي جرام فاكرين يا اولاد كان الميركوري قد ايه؟ مونو 1 جرام فاكرين اللاب يساعد لاب تو دروب بتاع تروما 10 جرام كانوا جرام لاد وميركوري كبار بالجرام لكن دول 100 و100 مكتوب عندك 120 ما تخافيش ده بس كاتبينها من 100 ل 180 يعني في رينج اختاري هنا 100 و100 خلاص خلاص طب ادي الفيتال دوز خلاص ادخلي لي بعد كده بقى على مين؟ على السورس ده جاي منين وده جاي منين؟ السورس واليوز طبعا السورس عندي الارزنك في واحد طيب في واحد شرير وفي اورجانيك وفي ان اورجانيك هم دول اللي عندي زائد نمرة خمسة الجاز المشهور باسم بتاع الحروف ارسين جاز ارسين جاز طب تعالي بقى ايه حكاية الطيب والشرير ده الشرير يعني لو جينا قلنا حاجه فيها اكسجين وحاجه بيضة انت تتخيلي ان ده طيب وامير لا عكس ما تتوقعي يبقى الشرير اللي فيه اكسجين ارزنك تراي اوكسايد ولونه ابيض رغم ان لونه ابيض بس خدعنا رغم ان فيه اكسجين خدعنا هو ده الشرير بتاعنا الطيب اللي لونه اصفر وفيه سلفايد ارزنك
دراي سلفايد، يبقى عكس ما تتوقعي اللون الاصفر واللي فيه سلفر سلفايد ده طيب مخافيش منه، ده الشرير اللي فيه اكسجين وفيه وايت. الاورجانيك بيستخدموه لعلاج السفلس. الان اورجانيك السورس بتاعت الان اورجانيك عندي حاجتين، يا لبيت يا كابرايت، يا لبيت يا كابرايت. يعني ايه لد ارزينيت؟ اخذنا قبل كده ارزينيت فور ال ان فايدن انتكتفايد، يا كابر ارزينيت. يبقى عندك نوعين، يا اما لد ارزينيت يا كابر ارزينيت. الشلة دي انتكتفايد فور ال فايدن ويت كيلرز وكده. يبقى عندك في الكتاب هيقول لك في ارزينيت وفي ارزينيت. الارزينيت خلي بالك في الكتاب كاتب لك يا اما لد يا اما صوديوم ارزينيت يا اما بوتاسيوم ارزينيت، مش لازم انت تحتاجي ان احنا نكتب كده لد ارزينيت وخلاص وكلهم زي بعض خلاص. طب الارتينجاز اللي هو غاز الخردل اللي بيستخدموه في الحروب ده بيعمل ايه؟ بيعمل هيموليسيس، ولما يكسر الدم يسد الكلى على طول، رينال فيليا، هيموليسيس اند رينال فيليا. حتى الارتينجاز لما يجوا يعالجوه عالج الاثنين دول كده، هنعمل بلاد ترانسفيوجن ونعالج ده، نعمل هيمو دايالسيس. يعني علاج الارتين جاز يا بلاد ترانسفيوجن يا هيمو دايالسيس، ملوش علاج زي الارتين زي الارزميك محاناكي، لا هو علاج مختلف عشان بيعمل هيمولايسيس وبيعمل رينال فيليير. بيعمل هيمولايسيس الارتين جاز بتعمل رينال فيليير، فعلاجه بلاد ترانسفيوجن علاج الهيمولايسيس، دايالسيس علاج رينال فيليير. يبقى مرة تانية السورس بتاعي ايه؟ الطيب والشرير والأورجانيك بتاع السفلس والإن أورجانيك السورس. وخدي إكزامبل زي ما علمتك لديت وكابرايت وخلاص. كابرايت لو انت سمعتيها هو البارز جرين بتاع الناموس اللي سمعتوها والأرتين جاز، تمام؟ هم دول الخمسة. طب قولي لي اليوزز بتاع الأورجانيك مينلي انسكتيسايد، ده مينلي تمام؟ بس ما يمنعش انه موجود في البيوت اللي بتحط على جدران البيوت بقى، زي ايه؟ الوول بيبر، الدهانات بتاعت البيوت، البين، السيراميك، الحاجات اللي هي بتاعت البيت نفسه اللي هو الجدران، ها؟ وول بيبر يستخدموه في صناعات كتيرة جدا، ها؟ لكن الارسنك مينلي الزميخ انفكتشن مايك. تعال بقى الانتيموني. الانتيموني برضه اليوز مينلي برضو الى حد ما انسكتيسايد، بس اوعي تنسي اهمهم الستارتر ايماتيك. ستارتر ايماتيك ده انتي فيرمازير، ستارتر ايماتيك ده نوع، عشان كده كذلك انتي مالفونايز ايماتوبيوم. اوعي تنسي الانتيموني، الانتيموني ده بتاع ستارتر ايماتيك. لكن ما يمنعش انه زي اخوه ان في نوع طيب منه. هو انت اسمك ايه؟ ارزنك تراي سلفايد. طب ما انا اسمي انتيموني برضو سلفايد، ده طيب اللي هو الكحل اللي الستات بتحطه. طيب انت عندك شرير اسمك ايه؟ ارزنك تراي اوكسايد. طب ما انا عندي انتيموني اوكسايد برضو شرير. الانتيموني اوكسايد ده بتاع الاكل، الفود بويزنج. الفود بويزنج بيجي من احيانا كونتينرز بيبقى فيها انتيموني اوكسايد. عندي ثالث نوع انتيموني كلورايد، الكلورايد ده مشهور بانه كوروسيد. عندي رابع نوع تارتر ايماتيك، يبقى مره ثانيه اوعي تنسي الانتيموني بتاع الانتي مانشونال هيماتوربيوم اهو تارتر ايماتيك، بس ما يمنعش ان زي اخوه انتيموني سلفايد ده طيب بتاع الستات، انتيموني اوكسايد ده شرير بتاع الفود بويزنج، انتيموني كلورايد ده كوروسيد. طيب انا بقول زي اخوه، زي ما هنا ارتين جاز هنا نمره خمسة هحط ستيبين جاز. هو اسمه ليه ستيبين؟ لان اساسا اسمه ستيبم بدليل انك بتكتبيه كده. الانتيموني اساسا اسمه ستيبم، فالجاز بتاعه اسمه ستيبين جاز. زي الارتين جاز كده بيعمل هيموليسيس، بيعمل رينال فيلير برضه، يمكن زائد احيانا بيعمل سي ان اس اريتيشن، احيانا يعمل سي ان اس اريتيشن زي الارتين بالظبط. هيموليسيس ورينال فيلير بس زائد سي ان اس. يبقى تاني الانتيموني ده يقول سلفايد ده طيب الكحل، اوكسايد ده الشريك بتاع الفود بويزنج. جيت بعد كده قلت انتيموني كلورايد ده كروسيس، اربعه ده اوعي تنسيها من الاربعه ده، ده اهمهم انتي مانشونايز هيماتوبيوم تاتر ايماتيك. وما يمنعش ان زي اخوه هنا ارتين جاز هنا ستيبين جاز، بيعملوا ايه الاثنين؟ هيموليسيس اند رينال فيلر، ولكن الستيبين زائد سي ان اس احيانا.
طب اليوزنج بتاعته زي ما قلنا انسكتيسايد وانتيميكسايد، يعني هو مينلي برضه انسكتيسايد وانتي بالهرش. طب كده خلصنا ايه السورس، ندخل على الكونديشنال بارت. سيبين جاب يعني هيموز ادرينا تاني زي الاوبتيم بالظبط، خلاص بس زائد السي ال اس اريتيشن. طب تعالى بقى نشوف الكونديشن اوف بايزنج لهنا وهنا، الاثنين زي بعض يمشوا اكسيدنتال سويسايدال هوميسايد. اكسيدنتال بقى يعني لو جينا طلعينهم من نفس الكلام، يعني لو جيت قلت اكسيدنتال ينفع اقول اطفال ما هو انسكتيسايد، ينفع اقول وركرز ينفع اقول ثيرابيوتيك ايوه لانه بيستخدم كبلانز للابورشن. فاكرين الستات اللي بتستخدم بلانز فيها ارسنت او مركري ما تمشي ابورشن تمشي ثيرابيوتيك، لكن ما ينفعش اقول ادب ما حدش بيرمي على الزرنيخ. ينفع تقول سويسايدل ممكن مع انه مؤلم يعني مش حلو الزرنيخ مش حلو. تعالي بقى هوميسايدل يا ستي موتوا بينا بنيون بونابارت ده اكيد زمان كانوا بيستخدموه عشان يقتلوا بيه سياسيين، ليه هو ليه ادفانتج ان انا اقتل بيه ما دام استخدمي ليه في السياسه يبقى اكيد ليه ادفانتج. الادفانتج ده بتاع الاورال للارض اللي بيحبوه عشان نمبر 1 ها كان زمان يقول لك اصل بيجيب كوميك فعامل زي جاتشو انترايت، يعني قبل ما يظهر الحاجات قبل دلوقتي الحاجات بقى ما بتجيبش كوميكس ولا كده، الحاجات دلوقتي اوام كده وانشاء اعلى ما حدش يحس بيك وخلاص صدق كده ما حدش يكتشفها ولا جهاز زي ما قلنا قبل كده الاكونيتين. زمان كان يقول لك ده حلو عشان بيجيب مغص فتتهيألك نزلة معوية عادية كلنا بيجيلنا جسر كده. نمرة 2 الكالر بتاعه ده كان ميزة، احنا قلنا في لون اصفر منه وفي لون ابيض منه، فقال لك لو انت بتحبي تاكلي حاجة صفرة كيك ولا حاجة نحطها لك، بتحبي حاجات بيضة ولبن بحطها لك، فهو في تنوع الوان فالكالر تنوع الالوان دي ميزة. الله ينور عليك. بص السؤال الجميل، قالك انت مش قلت الاصفر ده كان طيب؟ ما هو كان طيب، لكن في السوق بينزلوا مخلوط بالشرير لازم يحطوا فيه 30%، يعني الزنيخ اللي في السوق لازم يبقى شرير، حتى طيب لازم يخلطوه. طيب يعني نص طيب ما يحصلوش منه حاجه نقصتك يعني، فعمره ما يسممك، ولكن طب يسممك ليه طيب ده اللي في السوق لانه في 30% مش مغشوش لازم يحطوه، هم منزلينه في السوق عشان يشتغل يعني خلاص. طيب يبقى كلر جميله. نمره 3 كان اسكيب، الراجل اللي موتك ده يقدر يهرب ليه؟ لان انت هيجيلك مغص بعد 4 ساعات من اكلك للاكل ده، وهو دايما المسج عشان يجيلك كوميكس يجيلك بعد ليت سيريز يقولك ما يجيبكيش على طول. حلو قوي، انا اديت الكيك بتاعي وقلتلك كلي وانا معايا تذكره طيران في شنطتي، هسلم عليكي وهتوصليني انت كمان، وانت بقى قلتي مع نفسك انا هكون خلاص اول طيب، عشان كده يقولك كان اسكيب ما تعرفيش بالذات السياسه بيبقوا في تدبير ان ده يختفي الشخص اللي قتل يختفي. رابع حاجه قالك الزرنيخ له كاركترستيك تيست ملوش طعم مميز او اوردر الى حد ما ملوش، فسهل قوي انك تموتي حد بيه. طيب في الاورال ده مش مكتوب، اهو مكتوب عندك ده ريتن في الاورال، يسالك ايه اهميته او الادفانتج. طيب الديس ادفانتج وحش ليه؟ يعني احنا دلوقتي نقول لا وحش انك تموتي حد بيه وحش ليه، فده اورال. الديس ادفانتج مش مكتوب عندك، الديس ادفانتج انه ايه كان بي ديتكتد افتر بيوتريفاكشن، يا خساره يعني هيعرفوا بدليل ان احنا عرفنا ان نابليون مات بالزرنيخ، فقال لك دي حاجه وحشه انك انت تيجي تقولي اصل انا شرحت البوم بعد كام سنه مش عارفه بتاع مين ولقيت فيه زرنيخ، يعني لا احنا مش عاوزين كده، احنا عاوزين يموت ويصيروا معايا، ولا البوم يقول ولا الهير ولا النيل ولا التيز، لا ده بيفضل في الحاجات دي فكان بي ديتكتد، ده بالعكس ده ريزيست بيوتريفاكشن، ده ديلاي بيوتريفاكشن، احنا عاوزين تتعافيني بسرعه وتخلصي، لكن تفضلي قاعده لا. فهو عشان كده وحش دلوقتي اكتشف ان هو وحش ما ينفعش. ده ينفع في الثلاثه اكسيدنتال سويسايدال انفورمنت، ما فيش حاجه لانه ريسبت سايد فيش كلام جديد فيه. طيب ندخل بقى على الاكشن، ايه الاكشن بتاع ده وايه الاكشن بتاع ده؟ بتهيألي انا مش هقول اكشن جديد، الاثنين ميكسد بيشتغلوا ايه؟ الاثنين بيعملوا لوكال جي اي تي اريتيشن، الاثنين بيعملوا ريموت ايفكت بيأثروا على السلف هيدرال جروب او السلف هيدرال انزيم بيمنعوا شغلها. بيعملوا ايه؟ يعني الاثنين زي بعض؟ طبعا زي بعض. تيبيكال
أمال في حاجة أنا اختلفت فيها، اختلفت في سيبك من سيني أدرس بين جات عليك وبين يامي لا تعرف روح. بصي الليبر الأول، بصي يا بنين الأول، الهارت الأول هو بيضرب كله، لكن ده أنا نابليون، أمال ده أنتيموني، أنتي مصر دوب هارت، أنا بتاع الهارت. يعني قولي اللي تقولين بس لازم الليبر الأول، قولي اللي تقولين بس لازم الهارت الأول، ولكن الأكشن الاثنين زي بعض لوكال أنتيمون. طب ادخلي لي على الكلينيكال بيكتشر. نعم سينفول، ما بنقومش بنحبله ألم. كلينيكال بيكتشر للأورنيك نمبر 1 لوكال جي اي تي اريتيشن. يلا ملوني نوزيا vomiting colic diarrhea ازود ايه metallic taste salivation لغاية ما يموت من ايه dehydration and shock في خلال والديه. مش احنا متفقين ان كل الناس بيعملوا نوزيا vomiting colic diarrhea بس ده مثل metallic taste and salivation. اذا فانا كله بيعمل diarrhea ما عدا كرونيك لا عشان تقولي كرونيك لان الاكل ده بيعمل ايه؟ طب نمرة 2 الريموت، حد يقول لي يترجم الريموت ايه او يترجم الليفر فيلير ازاي؟ تندرنس اند بين رايت هايبوكولي جونس اند بليدنج انكريز بيلروبين انكريز جوت اند جاس. دكتور علي انفاس جميل increase the gut inflammation, increase the gut and gap, decrease the albumin, increase the thrombin time. ده liver failure مش كده؟ طب في حاجة انا نسيتها، بصي في الكيورد بسرعة. نابليون ليفر، خلاص انا قلت الليفر والله اكيد. يبقى الدايريه لازم تقولي رايت ووتر ستول عامل زي الكوليرا، لدرجة هنعمله ديفرنشال دايجنوستس عشان كده انا قلت رايت ارز، يبقى ارسنك يبقى ارز بتاع الرز. يبقى لو ما قلتيش رايت موتر ستول يبقى انت ما قلتيش حاجه. زي الميركري بتقولي فيها ايه؟ ميوكاس وبلاكت. زي البلام بام بتقولي فيها ايه؟ بلاك اوفنسيف ستول، يبقى كل ستول ليه ايه حاجه احمد مميزه مش كده؟ الارزنك ارز رايت موتر ستول عامل زي الكولر، هنعمله ديفرنشال ديجنوستكس مع الكولر. طب تعالي بقى الرايت موتر ستول ده هو ستول حقيقي؟ لا، احنا مش متفقين ان الارزنك بينزل في الديسندنج كولون، السكريت في الديسندنج كولون. اما السكريت في الديسندنج كولون بيعمل حاجه اسمها توكسيك كابيلاريتيز، يعني بيقطع الكابيلاريز بيعملها انفلاميشن. وفيها ايه يعني؟ فيها انه هيعمل الكابيلاريز هتتقطع يا ستي، هيخرج بره، اسمها ايه؟ انكريت كابيلاري بيرميابيليتي. ده فين ده؟ ده جوه الانتستاينال ليومن، هتبص تلاقي فيه فاسيكلز بتطلع، فاسيكلز مليانه فقاثيق، مليانه سيرم. الفقاثيق دي ستراكشر تنزل لك ها في الاسطول. فالاسطول في ايه دلوقتي؟ شريدز اوف بلاد ميوكوزا، شريدز اوف ها انتستاينال ميوكوزا اوف نيكروتيك ميوكوزا. يبقى ما يجي يسالك الراجل ده بينزل اسطول حقيقي، الرايت ووتر اسطول ده اسطول، ده مش اسطول، ده حتت متقطعه من الانتستين، اسمها ايه؟ شريدز اوف بلاد ميوكوزا مع السيرم بتاعها، ما نزل السيرم ما خليها عامل زي الميه. ها؟ يبقى it is not a true stool، ده سؤال اوفر. قلت لي الرايت ووتر ستول، اوعي تقولي له ستول ده ستول بجد؟ لا ده مش ستول بجد، بس حامل كانه بينزل رايت ووتر ستول، عباره عن ايه؟ شريدز اوف بلاد ميوكوزا ويز ايت سيرم. دي جت منين؟ فاكيد دي جت منين؟ لان الارض بيعمل حاجه اسمها توكسيك كابيلاريتيز، بيقطع الكابيلاريز، فينزل الكابيلاري بيرميابيليتي، يعمل فقاثيق جوه، يعمل فاسيكلز جوه، الفاسيكلز تفرقع تنزل في الستول. يعني الستول ده حاجه والرايت ووتر ستول ده عباره عن شريدز اوف انتستاينال ميوكوزا متقطعه بالسيرم بتاعتها. فهمت ولا لا؟ طب دكتور هو ده الفرق بينها وبين الكوليرا؟ طب احنا لسه هنقول لا في تفريع لان الاثنين شكل واحد. لا سبب مختلف طبعا كله. تعالى بقى الانتيموني،
الانتمني هتقول نفس الكلام local GIT metallic salivation nausea vomiting colic diarrhea mouth ingestion and shock. طب ريموت تحبوا تقولوا ايه في الريموت؟ هارت بنترجم الهارت ازاي؟ decrease pulse decrease blood pressure then arrest. ده ترجمة الهارت decrease pulse اي هارت decrease pulse decrease blood pressure then arrest. هو انا نسيت حاجة بصي فوق انتي ماسرز قلت الهارت يا ستي انتي مانسوناي قلت له ما بكنا ان ده صارت الايماتيك يبقى اكيد انا نسيت دي انبول يبقى فكرك بيها ليه الكلينيكال بيتشر اللي انا كتبتها لك دي اف انجستيف لو انت بلعتيها يحصل لك كده لوكر وبعدين ريموت طب لو انت اخدتيها امبولات اف انجستيد اللي هي سنتر ايماتيك يعني لو اخدتيها امبولات هتشتكي الاول من ريموت ايفكت وبعدين لوكال ايفكت يبقى ريموت الاول بتقيل يعني الهارت يتقال الاول وبعدين تقول الجي اي تي ايه ده ده انا خدتها في دمي ايه اللي وصلها للجي اي تي اصلا سكريتد ان ذا ستومك مش الانسولين زي المورفين سكريتد ان ذا ستومك طب في طبعا انتوا قاعدين مستغربين يعني ايه يعني هنقول كاردك اريست وبعدين رجع قلبه واقف وبعدين جاله فومتي مدايريا لا يبقى ده الكاردك اريست هتقول ايرجولاريتي في الهارت ريت مكتوب عندك اوبريشن طب اتنفس يعني ديكريز بونس لا ما تقوليش اريست حيشتكي الاول من شوية مشاكل في الهارت irregularity in heart rate decrease pulse decrease blood pressure operation insurance الكلام ده كله يعني هارت وبعدين اشتغلي عادي جي اي تي خلاص يبقى انا كاتبه لك امبول عشان افكرك اوعي تنسي اف انجكتد لان هو تاثر هناك خلاص يبقى اف انجكتد هشتغل عادي اف انجكتد امبولات حاجه ثانيه خلاص طب مكتوب عندك ان في كومبليكيشن للانتيموني حاجه اسمها توكس جوندس دي معلش للام اس كيو انت ما بتشوفهاش غير 8 يعني لو مين فلاح بياخد انتقص الجوندس دي انه بيأثر على الليفر يعني ماشي لكن هو الانتيوني بتاع مين بتاع هارت فالليفر ده 8 من 100 فلاح خلاص فانتقص الجوندس دي خليها في الاخر يعني خلاص طب يبقى الكلينيكال بيكتشر خلاص خلصناه طب ادخلي لي بقى في البوست مورتم بيكتشر complication طب الجوند دي complication للانتيموني احيانا قليلة يحصل طب الجوند طيب الفورس وورسن بيكتشر بقى بعد ما يموت الجثة عاملة ازاي طب زائد سر زائد ثلاثة بي برين باسجز بي ام تشيزز زائد كلينيكال بيكتشر يلا يا ولاد نتكلم على الاردن سمعتوا الاردن ليها ريحة ما كانش نابليون ميت لو كان ريحه كان راحت يعني يبقى ملوش اسمله في الاستمك ولا اسمال في السكين الارزنك عمل انسر كل الميثودز بتعمل يا ستي سوبرفيشال انسر ويز انتك ميوكوزا ان بتوين فانت هتلاقي في الاستمك ايه لازم يكون سوبرفيشال انسر ويز انتك بتعمل ميوكوزا ان بتوين بيقول لك احيانا بتشوفي طبعا الوايت بودر هتشوفوها في العملي ان شاء الله الرحمن عندنا في جاب كده في الصامت مليان بودره بيضه كده زرديخ ها ما احنا قلنا هو اللون الابيض هو الشرير مش كده اهو ده سيز او تابلت لا ايشرز هو كروتيد لا سايتو انجكشن هو ادمان لا سمعت الزرنيخ عمل حاجه في البرين انا قلت برين نابليون قال برين قال ليفر يبقى فيش برين مات من باثوجين في ريسبيريشن في افكت نابليون قال ليفر برضه يمكنش باثوجين البي ام تشينج تحب تكتبي حاجه ريزيستنت ديلي بيوتريفاكشن جميله كل الناتلز بتاخر البيوتريفاكشن كل الناتلز بتمنع البيوتريفاكشن ليه؟ دي هايدريشن وبكتيري فايت طب وصلت للكلينيكال بيكتشر تحب تكتبي حاجه في الكلينيكال شفتي حاجه ليفر يبقى انا شفت ان الليفر افكشن عايزه تكتبي هارت وكدني على عينينا بس المهم الليفر ليفر ديجنريشن ليفر افكشن ليفر ديتري انا مش هحط ليفر بس دي انا محتاجه ادخلي لي على الانسيموني الانسيموني نفس الكلام هيتكتب يعني لو مشيتي كله هتكتبي ألسر هتكتبيها ريتريفاكشن هتكتبيها بس بدل الليفر يا ايه هارت عايزه تكتبي ليفر وكدني على عينينا برضه بس الهارت الاول شفت هارت افكشن ما تقوليش ايه هو مكتوب ديجنريشن يعني
يبقى الهارت الاول بعد كده الليفر والكدني، ولكن الهارت هي اللي تهمني. خلاص احيانا يقول لك بتشوفي بيشنت احيانا معناها غير برضه مع مين الاسيون الكلورايد، فاكرين لما قلنا الكلورايد ده كروفت فاكرين احيانا يعني اتكتبت اتكتبت ما اتكتبتش دي بتاع الصوت يعني حته دي انا. طيب وصلنا بقى ازاي تعالجي ده وازاي تعالجي ده، كل ده اكيوت بويزنج انا بكلمش على الكرونيك. ازاي عالج؟ نمبر 1 سبورتيف ان سيمتوماتيك، نمبر 2 الاي سي جي، نمبر 3 ادخلي له في معدته بلوكال انتيدوت ادويه، 4 و5 في الدم، اخرجي من الدم ادخلي في الدم. بتخرجي من الدم ازاي؟ فيروسز وغالط. بتدخلي في الدم بادويه اسمها فيزيولوجيكال او سيستميك انتيدوت. في حد قاعد مش عارف الخمسه دول؟ انا كل مره بقول في حد قاعد عشان عايزهم عدل. في حد قاعد مش عارف الخمسه دول؟ طب الخمسه اللي بتكتبوا في كل تريتمنت لاكيوت بايزنج اونلي كرونيك ده بقول تاني. خلاص؟ طب تعالي الارزنك سبورت هو الارزنك هيموت من ايه؟ ليفر. يبقى كيروز ليفر اجيبها منين؟ من شابتر 1. يعني انت هتلاقي في الكتاب مكتوب لك ايه؟ ادي جلوكوز، ادي فيتامين، خد دي كيروز ليفر، فيتامين كي وجلوكوز وكده ليفر. بس هو على فكره دايما احنا بننسى الحته دي ومش بكتبها لكم، هو مش بيموت من ليفر، هو بيموت من ليفر بس. ودي هيدريشنال شوك، يبقى عندي شوك برضه، ان احنا ليفل دي بالشوك. يعني اي حاجه هو بيموت من لوكال جي اي تي دي هيدريشنال شوك. يبقى عالج الشوك وعالج الليفر. عجبهم منين؟ من شابتر 1، ما تديش حاجه زياده. حتى المكتوب ده كله ده مش شابتر 1. طيب عايزه تغسلي اغسلي. تعالج اللوكال انتيدوت. حد يعرف نابليون لو كان اكل ايه؟ يبقى عندي البريسيبيتيشن فيريك هيدروكسايد. هي دي تعمله بريسيبيتيشن. بس ما يمنعش ان كل الميثودز يحصل لها ابزوربشن بيت كلهم. طب نكتب الشوكر بس هو مش حلو قوي بيني وبينك، لكن الفرق هيدروكسايد بتاع الارزنك. خلاص؟ حد فاكر الميركري اللوكال انتيدوت بتاع الميركري شوكر برضه؟ ميركري الابيض الابيض الميلك سكين ميلك او بيضه البيت. حد فاكر الملح الميه المغنيسيوم صلبيت؟ وتشكل برضه تشكل هنا وتشكل هنا. بس الماركري كان فيه حاجه زياده. الله ينور عليك. صوديوم فالفالدهايد صنف اوكسيليت اللي كان بيعمل ريدكشن. يعني كلهم تشاركل ولكن ملح للميه، مغنيسيوم صلبيت للاد، الابيض للابيض، بياض للبياض. نابليون كان فيريك هيدروكسايد. امال ده يلا ثانك يو ويوم ستارت بقى.